سلمت محافظة شمال سيناء المنتفعين في التجمع النتيل التنموي في مركز نخل الأشجار المثمرة. يأتي ذلك ضمن الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وتهدف المبادرة لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين. Mm-hmm.